وهذا طريق الأمير تركي مع هالصباح الجميل، يعني جميل في وقته، هذا الصباح الجميل في وقته وليس في جوه، أما الجو رطوبة. إلى الكويت إن شاء الله. وهذا برج الخبر على اليسار، الشارع هنا يلمع بلاط لماعي، إسكان الدمام. وهذه محطة القطار بالدمام في الركاب، وهذا إسكان الدمام، وهذا قلب الدمام. الآن إحنا دخلنا قلب الدمام، هذا الأستاذ محمد بلقاد. جوات الكويت، الكويت لماعي غريبة كذا، كيف القماش هذا يلمع عليه بلاستيك. هذه الكويت، أول 100 متر من الكويت. I want 1 kilo. 1 kilo. Yeah, espresso. Yeah. Which coffee you are taking? This one. V60 cold brew Colombia. هذه منطقة النسيم بالجهرة، 4 قطع. هذه مدينة سعد العبد الله، وتقريبا تمتد على 4 كيلو. هذا شاور مشاكل. أنا I want same this one. Yeah. صوت الشاورما عندهم في المحل كذا داخل اللحم. ما شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أصبحنا وأصبح الملك لله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اليوم بإذن الله تعالى رحلتنا إلى الكويت، إلى الجهراء. الساعة الآن 5:30 صباحا في هذه الفجرية، أجواء رطوبة والجو حار والله كريم، ويقولون جايتنا موجة حارة هذه الأيام شهر أغسطس، يبغى يودعنا الصيف إن شاء الله هذه السنة بموجة حارة. والله كريم، والله يسر أمرنا وأمركم، توكلنا على الله. هذه حديقة إسكان الخبر مع شروق الشمس، وجامع الملك فهد بإسكان الخبر، وهذا إسكان الخبر. الشمس وسط المنارتين. هذه الحديقة، كورنيش الخبر الجنوبي. عليكم السلام. 91 فل.
Cooper. وهذا إسكان الخبر. الدراجين على الصباح ما شاء الله طالعين في رحلة. هذه مدينة الخبر، قلب الخبر، طريق الأمير فيصل إلى حي اليرموك إن شاء الله. ومن حي اليرموك إن شاء الله إلى الكويت بإذن الله تعالى. هذه اللوحة أمامنا تقول حي اليرموك يمين. حي اليرموك على طريق الملك سلمان مع طريق الأمير تركي، أشهر طريق في الخبر الجديدة. الأبراج والمقاهي والمطاعم كلها موجودة في طريق الأمير تركي. هذا مستشفى سليمان الحبيب، مستشفى سليمان الحبيب بالخبر. إشراقة الصباح. هذا برج الخبر أمامنا مباشرة. حي اليرموك على اليسار، على يسار الإشارة على طريق الأمير على طريق الملك سلمان هذه المقاهي، وطريق الأمير تركي الإشارة الثانية اللي بعدها هذا حي اليرموك. هذا الطريق اللي يودي للراكة، وكله شارع تجاري محلات مثل ما تشاهدون. عليه بأكبر هاي برة بندة في هذا الشارع في الخبر، بندة كبيرة هنا وأكسترة. وهذا حي اليرموك. مع هالصباح الجميل، يعني جميل في وقته، هذا الصباح الجميل في وقته وليس في جوه. أما الجو رطوبة، الجو رطوبة، الله المستعان. طريق الأمير تركي على يمين حي اليرموك إلى الكويت إن شاء الله.
وهذه إشارة طريق الأمير تركي مع طريق الملك سلمان، وهذا برج الخبر على اليسار. الشارع هنا يلمع بلاط لماعي يطلع صوته بعد. وهذا طريق الملك سلمان، وهذا فندق القصيبي. هذا فندق القصيبي اللي في فترة الغزو الكويتيين ساروا الفندق هذا، سار كله كويتيين، وكانت في لجنة للكويتيين هنا. الكويتيين اللي خرجوا من الكويت يجون في الفندق هنا، فندق القصيبي، عشان تسجلهم اللجنة وتثبت حالتهم وتصرف لهم معاشات وتسكنهم. وكثير من الفنادق امتلت في هذه الفترة، أمور كثيرة. وإلى طريق الملك فهد إن شاء الله إلى الدمام، ومن طريق الدمام إلى طريق أبو حدرية. والساعة الآن أصبحت 6:07، وهذه مستشفى سليمان الحبيب. مستشفى سليمان الحبيب، ومن مستشفى سليمان الحبيب إلى طريق الملك فهد. طريق الملك فهد هذا يمتد إلى مطار الملك فهد بالدمام، تقريبا 50 كيلو، 50 كيلو امتداد هذا الطريق. المطار فقط، لكن الشارع مكمل مكمل لين ما يوصل إلى طريق أبو حدرية. وهذا طريق الملك فهد الآن، متوسط طريق الملك فهد، طريق الكباري، هو أقدم طريق يوصل بين الدمام والخبر. كان الطريق هذا سابقا بين الدمام والخبر تجد مساحات فضاء وأراضي فضاء، أما اليوم تواصلت مدينة الدمام مع مدينة الخبر بالمباني والأبراج والشركات، أصبحت طوال الطريق ولا يوجد أراضي فضاء بين الدمام والخبر. هذا طريق الملك فهد. السرعة 110، تبغوا تلاحظون في آخر الطريق هناك كيف الرطوبة في الجو، الرطوبة واضحة. إذا وصلنا المرتفع هذا في الكوبري تشوفون كيف الرطوبة واضحة في الجو ومؤثرة على الجو. رطوبة عالية اليوم، يمكن 70% ولا 80%. شوفوا كيف الرطوبة في آخر الطريق. جواء رطبة. يعني السنة جانا شهر 7 في رطوبة أكثر من شهر أغسطس. وهذه كلها شركات سيارات، وكالات سيارات، ومعظم السيارات الألماني، بورش ونمبرغيني ورولز رويس وبي ام، كلها موجودة على طريق الملك فهد. وهذا نادي النهضة بالدمام. وهذه هنا الصالة الرياضية بالدمام،
أو يسموها الصالة الخضراء. هي في الراكة عديدة ما في الدمام، لأن هذه مدينة الراكة على اليمين، هذه الراكة يعني الدمام تبدأ فعليا من بعد الإشارة أو الكبري اللي قادم. الكبري القادم هذا هو من بعده تعتبر الدمام. من هذه النقطة بالفعل تبتدي الدمام فعليا. هذه غرفة تجارة، وزارة التجارة بالشرقية، وهنا أيضا التوكيلات، الجزيرة للسيارات شركة فورد، وهذه كلها سيارات، معارض السيارات، شيء صيني وشيء أمريكي وشيء أشكال وألوان. وهذاك مكتب أرامكو هناك في الأخير، أعتقد خاص بالتوظيف وما شابه. وهذا سور الحرس الوطني، إنه سكن موظفين الحرس الوطني ومستشفى الحرس الوطني، مساحتهم كبيرة ما شاء الله. هذه أحد البوابات السكن الحرس الوطني. وهذه المقر الرئيسي لشركة الكهرباء بالدمام، الفرع الرئيسي شركة الكهرباء. ويمين منا إلى ميناء الدمام، يعني فرصة في صباح بدري الواحد يعني يمشي بالطريق براحته، ما في زحمة، الشوارع فاضية، واليوم جمعة. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. وهذه المنطقة الصناعية الأولى بالدمام، كلها شركات هنا ومؤسسات ومستودعات. هذه الصناعية الأولى بالدمام، وانت قادم من الدمام تجي بعد اسكان الدمام. اسكان الدمام نفس اسكان الخبر، لكن اسكان الدمام تقريبا اكبر وتم بنيانه قبل اسكان الخبر. يعني عملوا اسكان الخبر بعد ما عملوا اسكان الدمام. هذا اسكان الدمام. اسكان الدمام. وهذه محطة القطار بالدمام مقابلة إلى إسكان الخبر. محطة القطار بالدمام واللي تعتبر المحطة الرئيسية في قطارات البضائع، وكذلك الركاب. هذا إسكان الدمام. هذه تقريبا تابعة للسكة الحديد، اسكان لموظفين السكة الحديد هنا، وخلفهم الادارة والورشة تبع السكة الحديد القطارات. يجي امامنا هنا ايضا ملعب محمد بن فهد بالدمام. هذه اللوحة تقول لك مطار الملك فهد. هذا قلب الدمام. الآن احنا دخلنا قلب الدمام، وأول ما نطلع من الكوبري من النفق هذا يقابلنا على اليمين ملعب الدمام، استاد الأمير محمد بن فهد.
تقريبا الان راح نص الملعب، احنا تحت النفق. هذا الساد محمد بلقاد وهذا الملعب وهذه قلب الدمام عاصمة الشرقية، قلب الدمام. هذا طبعا الطريق الملك فهد، يعني تاخذه من الخبر من عند مستشفى الدكتور سليمان الين تصل المطار، ما يقابلك ولا إشارة، كلها يعني كباري، تمشي على كبري. هو أكثر طريق مزدحم بالدمام في أوقات ذروة الحركة. وهذه أحد حدائق الدمام. تستمر مع الطريق هذا إلين ما توصل مطار الدمام. يجيك طبعا الآن يجينا طريق الجبيل، ظهران الجبيل، وإذا مشيت سيدة يجينا طريق أبو حدرية، وأنا بروح مع طريق الجبيل الظهران. هذه الدمام يعني أخذنا الطريق بسرعة ممتازة، ساعدنا الوقت بصباح بدري، ما في زحمة، ما في حركة سيارات، لكن الطريق هذا يعني من المغرب إلى الساعة 8:30 مساء صعب إنك تمشي فيه، تمل وأنت تمشي فيه من زحمة السيارات. الدمام مثل ما تشاهدون الطريق كلها انفاق، مرة تدخل نفق ومرة تطلع فوق كوبري، مرة تصير الإشارة تحتك وانت فوق، ومرة تصير الإشارة فوقك وانت تحت. قربنا الآن إلى طريق ظهران الجبيل، جينا مخرج الآن، ناخذ معاه يمين إلى الجبيل، وإلى بعدين طريق أبو حدرية إلى الكويت إن شاء الله، الخفج الكويت. هذا طريق الجبيل الظهران أمامي مباشرة، من هنا يمين. وسيدة مطار الدمام، وممكن تروح الكويت برضه، تروح سيدة وتمسك خط أبو حدرية وتروح سيدة، نفس الشيء. الفرق يعني بين الطريق هذا والطريق ذاك التنوع بين الطريقين والخدمات، قد تكون في محطات بنزين أو خدمات أو سوبر ماركت أفضل على الطريق هذا تفضلها من الطريق الثاني، هذا الاختلاف بينهم. والمسافة تقريبا واحدة، وهذا أعلى كوبري في الدمام، طريق الملك خالد. هذا الكوبري يطلعك من طريق الملك خالد إلى طريق الظهران الجبيل. هذا تشوفون الكوبري، كوبري عالي جدا، يعني
يعني العادة الكبار ارتفاع تقريبا 6 متر، هذا يعني تقريبا 30 متر أو 40 متر ارتفاعه. الكويت إن شاء الله، توكلنا على الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد. توكلنا عليك يا الله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وهذه منطقة الخضرية بالدمام، صناعية كلها ورش سيارات، أكبر منطقة ورش في المنطقة الشرقية، كل هذه ورش للسيارات ومصانع وأمور كثيرة. وصلت إلى طريق أبو حدرية، وراح ناخذ من حمزة حبة تميز بالجبن وكاسة حليب، نفطر فيها ونتوكل على الله. مطعم ومخبز توابل الشرق. فرن ما يشتغل؟ ها؟ ما في شغل؟ شغل بس شوية صغر. هاي ما دادا سوى هذا وكلا ايش مشكلة؟ ها؟ ها؟ عندها ما يجي. ما يجي. ما شاء الله تبارك الله. بسم الله. ما شاء الله تبارك الله. نتوكل على الله. من طريقنا. بسم الله الرحمن الرحيم.
دخلت منفذ الخدي وما شاء الله المنفذ فاضي اليوم والجو حار. والله فتحت الشباك عند الجمرك هو حار حار ورطب رطوبة واصلة الخلجي. هذه الجوازات أمامي ما فيها إلا سيارتين صارت سيارة واحدة. هذه بوابة الخروج فاضية بس بالليل ترزق. هذه الكويت دولة الكويت أمامنا مباشرة جوازات الكويت وعلم الكويت علم الكويت لماعي غريبة كذا. كيف القماش هذا يلمع عليه بلاستيك أو ايش حاطين عليه يلمع. وهذه الكويت اول 100 متر من الكويت دخلنا الكويت والحمد لله. وهذه الكويت وصل على النبي اللهم صل وسلم على نبينا محمد. مقربين على محافظة الأحمدي درجة الحرارة 43 والساعة 11 صباحا الأجواء حارة. الأجواء حارة درجات الحرارة لمدة 10 أيام. والله المستعان. وصلت إلى السوبر ماركت اللي دايم آخذ منه وأبي بنزين محطة البنزين ترولي منطقة الصباحية. هذه منطقة الصباحية على يميني هنا هذه منطقة الصباحية وهذه محطة البنزين طريق خادم الحرمين الشريفين الملك فهد. هذه محطة ترولي نعبي بنزين ناخذ قهوة وإلى الجهرة. وهذه محطة ترولي منطقة الأحمدي. الجو حار والله. كويس المحطة ما في زحمة. وهذه فئة الـ5 دينار 5 دينار تعادل بالسعودي تقريبا 62.5 ريال. ولا يرجى الدفع مسبقا. كم؟ 4.5.
يا الله يا كريم والله هو هو حار هو سموم الله المستعان. يا الله يا كريم دكتور. How are you? I'm good, sir. How are you? I want 1 kilo. 1 kilo? Yeah, it's Brazil, huh? Yeah. Colombia? Huh? Colombia, Ethiopia, Brazil. No, Brazil. Brazil? Yeah. Okay. Before, you want me to grind, sir? Before I take Brazil 1 kilo, it's Brazil. Before like, you took already? Yeah. Yeah, it's good. 1 kilo, 10 kg? 1 kilo is 14 kg, sir. Wait, tell me, what 10 kg only? 10 kg, really? No, it's 14 kg for espresso, Brazil and Colombia. For Ethiopia, it's 16 kg or 18 kg. 18 kg for Ethiopia. For coffee, which coffee you want getting machine like this? Like, it's like coffee beans only, right? You want me to grind it? No, I want this filter, for filter. For filter? Yeah. B60, sir? Huh? 60? Which coffee you are taking this one? V60, cold brew, Colombia, espresso. What would you like to have for now? Give me one ice. Ice espresso. Ice espresso? Yeah. Yeah. I swear. Silver. Brazilian. Huh? Brazilian. Size of what's up? Okay. Welcome. طريق الملك فهد. الجهرة 35 دقيقة 47 كيلو ومن هذا المخرج إلى الجهرة. هذا اللوح يقول الجهرة والمسيلة
الدائر السابع، هذا الدائر السابع بالكويت. ياخذنا الى القهراء مباشرة، يعني ما ندخل داخل الكويت. طبعا القهراء تعتبر غرب الكويت العاصمة، طريق السالمي حدود السعودية وطريق العبلي حدود العراق، كلها تمر من القهرة، تعبر من القهرة، لكن حدود السالمي تعتبر جنوب الكويت والعبدلي غرب الكويت، هذا الدائرة السابع. جاسم محمد الخرابي، اخطأت في الدائرة، قلت السابعة، هذا الدائرة السادس، الدائرة السادس هذه جيب الشيوخ، وعلى اليمين منطقة قرناطة، استاذ جابر الأحمد أمامنا مباشرة على اليمين، الرابعة يمين، هذا استاذ جابر الأحمد، أستاذ جابر الأحمد. وهذه منطقة جليب الشيوخ. قرناطة مقابل جليد الشيوخ، مدخل جليد الشيوخ. في منطقة صليبية، منطقة مستودعات ومصانع
تصريبية هنا. وهذا البر شاسع ما شاء الله. كلها مصانع هذه المنطقة. مصانع مستودعات. مستودعات المصانع. هذه مدينة سعد العبد الله. طبعا مدينة سعد العبد الله بالجهرة. في منطقة الجهرة. هذه الجهرة. ضواحي الجهرة. وهذه مدينة سعد العبد الله. باقي على الموقع 8.5 كيلو. هذه مدينة سعد العبد الله. مدينة سعد العبد الله. ما زلنا نمشي بمحاذاة مدينة سعد العبد الله. كبيرة ما شاء الله. تقريبا لحد الآن 4 كيلو. حنا نمشي بمحاذاة مدينة سعد العبد الله. هذه النسيم من مدخل النسيم الجهرة. هذا مدخل الجهرة. هذا مدخل الجهرة. مستشفى الجهرة أمامنا مباشرة. هذه الجهرة. نمشي فيه. شوف شوف البيوت من الشارع. هذه مرشات. مرشات عطور. بهالدوار. مجسم مرشات عطور. من التراث الشعبي. موروث الشعبي. ديوان الخويطي. هذه منطقة الجهرة.
هذه منطقة النسيم بالقهرة، أربع قطع. تشوفون الأسود مستشفى القهرة، مستشفى كبير. هذه بيوت القهرة، هذه البيوت فوق والشارع تحت. حتى السيارات فوق. والله كانها برحية، كانها برحية. هو سموم، مدرسة آمنة المخزومية. طالع من الجهرة إن شاء الله إلى جمعية الصليبخات، وأخذ لي شوية أغراض وتوكل على الله.
ديوان الفيزر. كل المناطق فيها جمعيات، وأكثر من جمعية، جمعية رئيسية وجمعيات فرعية في كل منطقة موجودة بالكويت. لكن أنا يعني في بعض الجمعيات مثل جمعية صليب الخات، جمعية القادسية، جمعية مشرف، هاي الثلاث يعني ترددت عليهم كثير، وأعرف الأغراض وين موجودة. ومن أهم الأشياء الواحد لما يروح مثلا السوبر ماركت الكبير مثل زي عندنا يعني أسواق المزرعة، هايبر لولو، بندة، يعني من الأشياء المهمة أنك أنت تصير تعرف هذا السوق وين الأغراض فيه، يعني مع التعود والاستمرار تعرف وين احتياجاتك موجودة وين مكانها. هذا طبعا يفرق معاك واجد في سرعة انك تاخذ اغراضك وتمشي. اما تبي تجلس تفتر وين هذا وين هذا وتقعد تسأل ياخذ منك وقت كثير. انا اكيد في جمعيات بالجهرة، لكني ما عمري دخلت جمعيات الجهرة، أو يمكن مرة واحدة دخلت جمعية الجهرة، هي جمعية قديمة بعد. لذلك أنا يعني صليب الخات على طريقي، ما هي على طريقي بالضبط، يعني لابد ما أخذ يسار أروح يسار عشان أدخل صليب الخات، لكن أعرف الأغراض بالجمعية وين مكانها. وهذا المقصد يعني. نعم، وهذه يعني تقريبا سيدة كذا منطقة السالمي، السالمي للسعودية. أما إذا مو هذا شارع ثاني مشابه للشارع هذا، وأما من الجهة الثانية هناك أمامي باشر الطريق العام هذا للعبدلي، يوديك العبدلي للعراق. يعني هذه مدينة الجهرة أو منطقة الجهرة منطقة محورية، يعني القادم من السعودية من حفر الباطن والقادم من العراق لابد ما يدخل الجهرة. أول مدينة في الكويت قابله، أو أول منطقة قابله منطقة الجهرة. نعم، والله الموفق، والله يسر أمري وأمر كل مسلم وكل مسافر. الحين رجعت علينا مدينة سعد العبد الله، كانت على اليمين وصارت على اليسار. هذه مدينة سعد العبد الله، وتقريبا تمتد على 4 كيلو. سعد العبد الله، وهذا الجامع على الطريق، ما شاء الله تبارك الله. وهذه أمامنا مباشرة منطقة صليب الخات والدوحة. صليب الخات والدوحة كلهم يعني جوار بعض متلاصقين. بعيد بس أنا مستخدم الزوم.
غيرت رايي ما انا رايح الجمعية، ابى اطلع على السعودية مباشرة. والله كريم، بس لفيت يسار راح نرجع يمين. والله المستعان. اعتقد انها صليبخات، منطقة صليبخات. هنا مكتوب صليبخات صليبية، هذه صليبية على اليمين وصليبخات تدخل اليمين وترجع يسار. اي هذاك صح، هذا بس احنا بعيدين شوي عن صليبخات. هذا مو صليبخات، شوف نادي صليبخات منه انا، شوف بعيد بس هناك بالاخير مع الدائرة الخامس، وصليبخات على الدائرة الرابع. وإلى شاورما شاكر ان شاء الله، اخذ غداي واتوكل على الله. بنشاور مشاكل طبعا، امشي على كبري، هذا كله الطريق كبري، كبري. لذلك احنا موازين لأسطح البيوت. هذه يمكن منطقة الأندلس، الأندلس والفردوس، هذه يمكن الفردوس وهذه الأندلس، الفردوس وهذه الأندلس. ما شاء الله تبارك الله، يعني احنا نمشي ما بين الفردوس والأندلس. والله حلو تمشي بشارع موازي لأسطح البيوت. الشارع هذا جديد، انا اول مره اجي معه الدائر الخامس، يعني دائما اروح اما مع السادس ولا مع الرابع. وهذه منطقة العرضية يمين، اللي فيها أكبر مجمع مطاعم. وإلى العرضية إن شاء الله شاورما شاكر. المسافة 1 كيلو و200 متر. وهذه الفروانية، الرقعي، الرقعي، هذه منطقة الرقعي. وهذه العرضية ما شاء الله، السيارات، كيف السيارات هنا ولا مطاعم؟ اوه ايش هالزحمة هذه، ليش السيارات كذا؟ كل هذه مطاعم، شوفون اللوحات. هذه الفروانية، في محلات بقلاوة هنا في الأرضية، في هذه المطاعم محلات البقلاوة التركي، شيء صراحة محترم. شوفوا اللوحات بس كيف هنا، شيء مهول. وسيارات البيع وسيارات الأجار، شوفوا كيف اللوحات. وشاورما شاكر
قدام كباب فاكتوري. غريبة شاور مشاكل مش مع هذولي. السيارات كلها للبيع وللأجار. الكويت كلها مكان ما تمشي تلاقي سيارات للبيع. معارض، هذه معارض الكويت كذا يعني، بأي مكان يسوي معرض وتلاقي عنده سيارات. هذا شاور مشاكل، شاور مشاكل الأصلي. عندهم طلبات سيارات. انا بس دخلت هذا الستاربكس، هذاك شاور مشاكل على اليسار. شاور مشاكل وعنده ترولي بعد هنا. هذا شاور مشاكل ما عاد يشتغل الحين، وشكله ما يشتغل بس بالليل. شاور مشاكل أيوة. السلام عليكم. شغل؟ شو يشتغلون؟ هذا شاور مشاكل. تعال يا هناك كاشير. أيوة أجيب ثلاثة شاورما لحم، ثلاثة شاورما، ثلاثة شاورما لحم، أيوة ثلاثة شاورما دجاج. عادي بس سبايسي؟ آه لا عادي، كله عادي. دجاج بس عادي سبايسي؟ عادي عادي كله عادي، كله عادي. Drinks بس؟ Drinks؟ No drinks. No drinks. بس ثلاثة لحم. أربع دينار ونص. أربع دينار ونص. Not same this one. I want same this one. Not same. Why? Ada new one. I want same this one. Same. Yeah. This one was same price. Suppose we same. Before how much? This one. Same was suppose we okay. You want this? Yeah, I want this one. Sorry. Change. I want change. Change. Yeah. This one. Yeah, yeah. Bus, this one meat and chicken. What different? What different before? This one was bread. Bread. I want same this one bread. This bread Lebanon, huh? Sorry? Bread Lebanon. Yes. Okay. Okay. This before? Yes, boss. This one is before. Ah, small size. Yes. This one is for the lady. Okay, same before. Give me 2 pieces and this one chicken, one meat. Okay, boss. 2 pieces of this? Yeah. And 1 piece of this? Yeah.
ويلكم. شلون مخرج الحين ما يفتح؟ ما اشوف فتح. السيارات هنا بهالمعرض والله توكلنا على الله. أمامي مباشرة السد جابر الدولي، السد جابر الدولي، صرت من الخلف. أكياس الترشي، هذا الترشي مخلل الخيار ولفت الجزر وكيس الحلاجة. هذا كيس ما شاء الله، كل سندويشة معها كيس. هذا شاورما شاكر، وهذه محلات العارضية. وش كثر اللوحات هنا، مطاعم وتأجير سيارات وبيع سيارات وعصيرات وحلويات، ديرة مطاعم، ديرة مطاعم. الشاورما عندهم في المحل كيف، وعلى الطبيعة كيف، وين الصورة على اللي عندهم وينها؟ ما في تشابه، ما في تشابه نهائي. سمون العراقي، سمون العراقي كذا. هذه لحم، نبين داخلها اللحم. هذا القديم اللي عندهم، والجديد الخبز الشامي اللي شفتوها أول يسوونها كذا. عندنا حنا شاورما هلي نسوي، بس أكبر من هذا بواجد، ولحم نعيمي بعد يسوونه. بس فيها صوص
شطة كذا، أنا مش من هواة الصوص والشطة، الصوص والشطة، أنا من هواة الشاورما القديمة، الطحينة وسلطة ومخلل، ترشي بس، شطة، سلطات مدري إيش، الصوص هذا مو سلطات، الصوص ما أحبه. يعني مش ما احبه، يعني احس غير لي الطعم اللي انا معتاد عليه، يعني النكهة الاصلية اللي هي شاورما طحينة وثوم وسلطة ومخلل الخيار بس. الخامات جيدة حقت الشاورما، اول مرة اجربها، انا دائما اشوف دعايتها ومدحوها لي، كنت بجربها في السفرة اللي طافت بس ما حصل لي. الخامات جيدة بس الصوص اللي يحطونه كثير، أشعر أن الصوص كثير لدرجة أنه يطغي على نكهة اللحم، على نكهة الدجاج، بحيث أنك ما تستطعم اللحم والدجاج، يصير كأنك ماكل سندويشة صوص. طبعا اول مرة انا اشتري منهم، يعني لو كنت شريت منهم من اول كان قلت له لا تحط لي صوص ولا يادوب، بس شوي ثوم وسلطة ومخلل الخيار. حتى بعد عندهم يقول سبايسي، قلت له لا تحط سبايسي، انا احب الفلفل، اكل الفلفل بس مع الشاورما ما عمري كلت شاورما بالفلفل، يعني كذا حارة. يعني انا من النوع اللي يقول اللهم لا تغير علينا النعم، يعني الاكلات عندي القديمة ثابت عليها، وكل ما حصل لي فرصة اجدد فيها واطبخها نفسها. ما ودي ما مكرونة بشاميل ولا مدري ايش ولا شغلات، هذه الاضافات والصوصات ما صراحة ما مشيت معي. انا من النوع اللي يحب يستطعم الشيء، يعني اللحوم، الدجاج، يعني الدجاج شواية كذا او مندي او مضبي، ما عليه خلطات واجد. واللحوم كذلك، يعني ما احب اللحوم بهارات واجد وكذا، والاسماك نفس الشيء، احب اذوق طعم اللحم يكون طالع ناطع. يعني البهارات تطيب الاكل، بس اذا صارت هي نكهة الاكل اعتقد ان الاكل يصير اخترق. نعم، اذا مثلا الهيل طالع، مثلا الكمون طالع كذا، يعني وانت تاكل ونكهتها واضحة، اعتقد ان الاكل كذا يكون اخترب، الكمية كثيرة. البهارات بالنسبة لي يعني تطيب الاكل بس ما تصير طالعة. الحمد لله رب العالمين. يعني من الاكلات الشعبية القديمة كثير انواع اشكال والوان، والحقيقة ما شعرت في يوم اني محتاج أجرب أكلات جديدة، أسمع أو أشوف طبق جديد أو طريقة جديدة. واللي يأكلون بقفازات هذول بصراحة ما أدري شلون يأكلون، واللي يقطعون ينتفون اللحم كذا يعفسون اللحم ما أدري شلون يأكلون صراحة. اللحمة إذا ما هي على العظمة مالتها وأنت تقطعها بنفسك ولا تخرب. نعم، كل شيء مثل ما هو، تقطعه بيدك وتاكل، يعني هذا ذوقي، والحمد لله والشكر لله. الآن نحن في طريق الملك فهد، راجع إلى السعودية إن شاء الله. أنا عبرت البرج اللي فيه درجة الحرارة الكويت، وموجود
درجة حرارة 46. الجو حار حقيقة، والله كريم. وكذا تنتهي جولتنا اليوم، رحلتنا اليوم للكويت. وإذا صادف إن شاء الله شيء جديد راح نصوره، وإذا ما صادفنا شيء جديد تكون هذه نهاية رحلتنا، والله الموفق. ما زلت محتفظ بالقهوة ومثلجة، باقي الثلج لأني حطيتها في الظل، ما حطيتها هنا الشمس، وباقي لحد الآن هاي المزمز عليها. هذه منطقة الصباحية اللي عبينا محطة البنزين، بنزين وخذينا قهوة. هذه محطة البنزين. الصباحية وهذيك هنا بشركة النفط الكويتية. هذاك المبنى شركة النفط الكويتية. الأحمدي من الأحمدي يمين، الأحمدي يمين والفحيحي اليسار. هذه منطقة الفحيحيل، الفحيحيل من الكبري، هذه تطلعها وترجع كذا تدخل الفحيحيل. هذا وقت طلوع الناس إلى الشاليهات، إلى خيران. طلوع الناس إلى الشاليهات. الساعة كم الآن؟ 1:36 ودرجة حرارة 44. والله كريم. دخلت السعودية والحمد لله. الدمام 310 كيلو من حدود الخفجي، منفذ الخفجي إلى الدمام 310 كيلو، يعني إلى الخبر تقريبا 340 كيلو 350 كيلو. وهذه محطة أحلام المسافر ومطعم حل المسافر. ما جينا اليوم الصبح، قلت اجي متاخر، يعني راح اوصل تقريبا حول 11، ما راح احصل الا شيء. وافطرت بدري، اخذت التمييز اللي شفته الصباح، وفي الرجعه الغداء اخذت لي شاورما شاكر اللي شفتوها. فما لنا يعني ما جت فرصه اليوم نمر مطعم حلا المسافر. لا والله كريم ان شاء الله. الحمد لله الامر من سعة، والمطاعم والبقالات في كل مكان على الطريق، ابدا ما تحتاج تاخذ معاك اكل و
ولا ماي ولا شيء يعني، بس بقصد القطعة أو إنك تعطش أو كذا أبدا. إذا جعت يعني أقصى مسافة نص ساعة وتوصل محطة ولا مطعم ولا وتأخذ احتياجك، ولا الماي نفس الشيء. يعني الماي يعني بعض الأخوان يقول ليش ما تأخذ لك ثلاجة، حتى لك ثلاجة يعني ما أحتاج ثلاجة. هذا الخبز التميز أنا أخذته الصباح اليوم واخذت 5 ماي، 5 ماي. هذا الماي معاي موجود بارد لحد الآن، هذا الماي بارد لحد الآن. القهوة اخذتها الساعة 11 والساعة 2 الآن، شوفوا باردة. يعني نفس الشيء إذا بأخذ لي ماي بارد بيجلس معاي في السيارة 4 ساعات بارد. وعموما إذا أنا أخذته بارد طول ما أنا في السيارة أو راح يبقى بارد، إذا السيارة شغالة والتكييف شغال ما يحتر، إلا إذا وقفت طفيت السيارة يحتر طبعا من الحرارة ومن الشمس. أي نعم. فما يعني ما أذكر إني يعني في يوم قلت والله يبغالي ثلاجة ولا محتاج ثلاجة، أبدا والله ما. يعني الثلاجة يحتاجها الكشات اللي يكشت اللي يطلع للبر ويبات في البر، ياخذ معه أكل لحوم على أساس لا تفسد، يحتاج الماء يصير بارد، يحتاج ثلاجة يعني. وفي الشتاء بعد ما يحتاج، اللي يكشتون يكشتون في الشتاء. على كل حال هي نوع من الكماليات يعني. أما على الطريق يعني مثل حالاتي دائما على الطريق ما يحتاج ثلاجة يعني. وإن كانت ثلاجة مثلا في السيارة نفسها درج صغير تحط فيه غرفتين ماي علبتين عصير بس كافي يعني مثلا يعني. لكن العنوة ثلاجة وتحطها داخل السيارة وتشغل مساحة عندك في السيارة ما احتاجها والله. شكرا على من شار علي وعلى من اهتم لأمر لأجلي. وهذا طريق الخبجي، الخبجي أبو حدرية، من أبو حدرية للدمام إن شاء الله بإذن الله تعالى. الساعة 6 تماما، 6 مساء وصلت الخبر والحمد لله. وين راح الجوال؟ على الجوال. الساعة 6 تماما وصلت الخبر والحمد لله. إسكان الخبر، هذه إشارة إسكان الخبر. والحمد لله رب العالمين، من الساعة 6 صباحا إلى الساعة 6 مساء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم عادل اليامي أبو صالح، إلى لقاء آخر إن شاء الله. مثل ما تركنا الشمس الصباح بالفجر جينا المساء وهي تسلم المغرب، تودع للمغرب إلى ليلة 10 أغسطس وليلة 6 صفر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه صناعية الخليج بالثقبة، كلها ورش محلات سيارة. هذا شارع 30.